العربية دي بتعمل ايه هناك؟ العلم عند الله يا باشا. مش مرتاح. مسألة مريبة. خش عليه كده؟ ماشي يا باشا. ايه يا باشا؟ احنا هنفضل واقفين لحد ما يخلفوا ولا ايه؟ يخلفوا؟ دي مش اصول ابدا، انتوا ازاي باي حق تتجسسوا علينا؟ اتفضل معانا قدم فينا بلاغ في الاسم. لا خلاص زي بعض، سامح كريم. احنا كنا بنقول ايه؟ وكمان مسطول، ده انت يومك طويل. Thank you.
عمرو حسان عبد العزيز السيوفي، صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة الحصان الأصيل للسياحة. إثبات شخصيتك حلو. لا مؤاخذة يا فندم، أصل ما بتفهمش عربي. خواجه يعني؟ أمريكية يا فندم. أنت بتهددني يا ولد. يا فندم فين التهديد بس؟ هي جنسيتها أمريكية. هات منها الجواز. I want to know what is happening exactly. My personal freedom has been attacked and invaded. هي بتقول إيه؟ أوعى تكون بتعك. قسما بالله لا دخلها الحجز مع ورد شارع الهرم، وساعتها مش هتعرف أمريكا من بوركينا فاسو. أنت بتقول إن تم الاعتداء على حريتها الشخصية وانتهاك خصوصيتها. جواز سفارة. أنا قلت جواز سفارها يعني جواز سفارة. Give me your passport, please. خليها تقعد. Sit down. أنت كمان. سيادة العميد دول يلزمهم معاملة تانية خالص. دول كانوا بيمارسوا الفعل الفاضح على أرض الحضارة. اسمك إيه قلت لي؟ عمرو حسان السيوفي يا فندم. لك علاقة برجل الأعمال الكبير منصور السيوفي؟ يبقى عم حضرتك. يعني جامد أوي. طبعًا عمك لو عارف دلوقتي هيتصل بـ20 محامي وكبار مسؤولين البلد ووزارة الداخلية. يا سيادة العميد أنا عمي مقاطعني، وبعدين أنا ما عملتش حاجة غلط. كل اللي عملته ده ومفيش حاجة غلط. علاقتك إيه بالبت دي؟ كانت مع جروب سياحي تبع الشركة بتاعتي. ومش عيب تخون الأمانة وتخطفها؟ أهي قاعدة قدام سيادتك أهي، لو ثبت إني ضحكت عليها أو غصبتها على أي حاجة، سيادتك حاولني التحقيق. تفكرني قعدتكوا عشان أمريكانية ولا عشان عمك؟ أنا قعدتكوا إكراماً ليك. أنت رفعت راسنا يا راجل. كفاية إنك مواطن مصري أصيل، خليت أمريكا تحت وإحنا فوق. لا يا سيادة العميد، دي هي اللي كانت فوق. حتى في الحالة دي أمريكا اللي فوق. إيه الزنقة اللي إحنا فيها دي؟ الو، ايوه انا العميد رشدي مدكور. مين؟ سعادة السفير الامريكاني شخصيا. يا فندم هي عندنا معززه مكرمه، احنا جبناها الاسم هنا عشان تتفرج. ايوه مبسوطه جدا. تعرف حضرتك لو حبت ترجع الهضبه تاني وتكمل احنا بنفسنا نوصلها. شكرا يا سعادة السفير، شكرا. الظاهر اللي كنتوا بتعملوه ده مرصود من الأقمار الصناعية. أمريكا بقى واخدة بالها من كل رعاياها في أي بلد وفي أي مطعم. خد بالك يمكن تطلع أنت وهي في السينما الليلة. على العموم أنت شرفتنا عمرو بيه. شكرا يا فندم. والآنسة كارولاينا فوق راسنا. اتفضلي. جود باي. يا باشا كده ما ينفعش، حضرتك كده بتهدر القانون. انا هطلب نقلي. انا هستقيل لو لازم الامر. اصله ما بيفهمش في السياسه، فوق تحت مش هتفرق. سياده النقيب ما عندوش خبره. مع السلامه. شكرا يا بالله يا كريم. يا رب. ايه حكايتك يا استاذ انت والمتهم بتاعك؟ قضايا كلها شيكات بدون رصيد، وكلها صادر فيها احكام من محكمه اول درجه، ولا سدد ولا تصالح. يا ريس، ان موكلي في انتظار الفرج، وفرجه قريب ان شاء الله. كل ما نطلبه من عدالتكم اجل للسداد. دي شيكات مش كمبيالات، واظن حضرتك عارف القانون كويس. والله عارف والنعمه عارف، لكن فرجه قريب ان شاء الله هتفرج. بذمتك ده كلام يتقال في محكمه؟ الحكم اخر الجلسه اللي بعده. حلوه دي. Thank you.
يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو. انت ايه اللي جابك هنا؟ الامر مهم جدا. بالليل، بالليل في المكتب. ما هو ما ينفعش، ما ينفعش، المساله اخطر من كده بكتير. ارجوك ممكن نقابل سيادتك على انفراد لمده دقيقه واحده؟ المساله خطيره، خطيره يا باشا. بعد اذنك اتفضل قول اللي عندك وخلصني. يا باشا محكمه الاستئناف ايدت احكام المحكمه الابتدائيه، يعني حضرتك دلوقتي مطلوب من مباحث تنفيذ الاحكام. مجمل العقوبات 17 سنه سجن. اي مخبر يعدي في الشارع يشوفك يلقفك يقبض عليك، تتحول من الجنه للنار عدل. اعمل استئناف. ما هو ده حكم محكمه الاستئناف. اللي بعده، اللي بعده النقض. وعشان نروح النقض لازم حضرتك تنفذ حكم محكمه الاستئناف. تواجدك في اي مكان خطر يا باشا، يا باشا. عايز ايه؟ اكيد جاي عشان عايز فلوس. عمي انا في محنه، محنه شديده قوي، انا ماليش غيرك. عمي انا محتاج لمساعدتك. من فضلك صوتك يكون هادي، اعصاب الباشا متوتره. عليا احكام بالسجن. قلب عمك ضعيف كده، خطر على القلب. عليا 17 سنه سجن. يرضيك ابن اخوك يخش السجن 17 لا سنه كده؟ ضغط الدم هيعلى. راح ظروف عمك الصحيه يا عمرو بيه. طب قول لي اعمل ايه؟ اختصر. حاضر، سدد لي ديوني يا عمي. شفت عملت في عمك ايه؟ سلامتك يا باشا. كم مره دفعت ديونك؟ كتير. وانت عمرك 15 سنه اديتك مليون جنيه. يصرف مليون جنيه على البنات؟ ثروه ابوك ضيعتها في العربده. عملت نفسك شهريار. كلنا بنحب استبداد. الملوك والأمراء ما عملوش اللي انت عملته. حتى الشركة اللي عملتها لك خربتها. مبروك عليك السجن. أنا سعيد جدا، أنا مبسوط جدا يا عم. أنا لحمك ودم. عارف انت عاوز تقول ايه. انت الوريث الوحيد ليا. ها؟ لا يا ابن أخويا، أنا ممكن أتجوز بكرة وأخلف ولد، ممكن أخلف توأم. وبلاش الجواز، ممكن أعمل زي الناس المتحضرة وأوهب فلوسي لقطط مصر كلها، وأكون سعيد وأنا في قبري لما أعرف إن قطط الشوارع عايشة أحسن منك. عمك ما يقدرش يرد عليك، الدم مش واصل للمخ كفاية. جرى ايه يا عمرو بيه؟ انت عاوز تموت عمك ولا ايه؟ اموته ازاي بس؟ ده مفيش حد في مصر كلها محتاجه قدي. عمي انا عارف انك عطوف وحنون، صحيح انت مزاجك مش رايق دلوقتي، بس اديني شويه فكه كده بس ادفع بيها مرتبات الموظفين بكره. حتى مرتبات موظفينك صرفتها على منزاتك وشهواتك يا تلميذ ابليس يا عدو نفسك. كم؟ كام؟ 300,000 جنيه بس. 300,000 حالا. أنا عارف إن قلبك كبير يا عمي، ربنا ما يحرمنيش منك ويشفيك من كل أمراض الدنيا. ما فهمت الورق. شغالة. فلوس وخليها زي ما انت شايفها كده قدامك فتاكيت، وما تاخدش منها مليم واحد. انا عايز الموظفين بتوعك يفضحوك وياخدوا عليك احكام جديده، بدل ال 17 سنه يبقوا 20، يبقوا 30. ال 300,000 جنيه صرفتهم على البنت الامريكانيه بتاعت هضبه الاهرام. بلغوا عنه البوليس. عايز اشوفك في السجن. الراجل اتجنن، ده فرم الفلوس قدام عينيا وبلغ عني البوليس. انا مش مصدق ان عمك يكون بالقسوه دي، ده طول عمره عطوف وعنين. انا اسمي واسم العيله لازم يفضل محترم. اول ما نوصل الشركه تاخد العربيه دي وتبيعها. انت معاك توكيل. اهم حاجه عندي الموظفين يقبضوا في ميعادهم، ومش عايز جنس مخلوق يعرف بالاحكام اللي عليا، فاهمني؟ اه. Thank you.
ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا انسه سندس؟ عمرو بيه الحمد لله ان حضرتك بخير. انت عندك حاله وفاه؟ لا انا بس زعلانه على حضرتك. اه انت عرفتي؟ ايوه. طب اقعدي مش عايز مندبه. بس انت عرفتي ازاي؟ واحدة صاحبتي جوزها محامي قال لها، وهي بعتت لي رسالة وقالت لي ارسليها لـ20 من صاحبتك تاخدي ثواب، وقالت لي ان الحكم انتقام ربنا منك عشان البنات اللي انت عرفتهم وخلت بيهم. فين الناس؟ فين الموظفين؟ مشيتهم كلهم، مش عاوزة حد منهم يعرف. اشمعنى انت اللي مستنية؟ انا مش قللت الاصل يا عمرو بيه، وبعدين عندي في البنك 150,000 جنيه، اعتبرهم تحت امرك. في حد من السعاة هنا؟ لا. طب تزعلي مني لو قلت لك تعملي فنجان قهوه؟ تحت امرك يا استاذ. شكرا يا سونس. وحضرتك ما كلمتش عمك؟ عمي طردني وبلغ عن البوليس. يا خبر اسود، يعني حضرتك في خطر دلوقتي؟ عارف اني في خطر، علشان كده هروح البيت واقفل على نفسي. بيت؟ بيت ايه؟ اول حته هيدوروا عليك فيها هي البيت، مش بقيت تلاقي المخبرين مترشقين لك هناك. عندك حق، وفجأة البايخه بتاعت عمي دي عطلت تفكيري تماما. هترد؟ انت دلوقتي مطلوب، اسهل حاجه يوصلك بيها هي عن طريق الموبايل، انت من اللحظه دي لا تكلم حد ولا ترد على حد. طب اعمل ايه؟ اروح فين؟ هنا يا عمرو بيه، مكتبك هو المكان الوحيد اللي امن. ده هيبقى زنزانه. ربنا ما يحكم عليك وتشوف الزنزانه اللي بجد. اعمل حسابك يا عمرو بيه انك مش هتتحرك من هنا لحد ما حد من صحابك او عمك ينقذك. واسمح لي اشتري لك كارت عشان تعمل بيه اتصالاتك. سندس. ايوه. مفاتيح بيتي. عايزك تجيبي لي شويه هدوم وغيارات. بيتك ده فين يا استاذ؟ ما انا هديك العنوان. طب يعني مين هيديني هدوم الغيارات؟ انا عايش لوحدي، مفيش لا اب ولا ام ولا خال ولا عم ولا اخ ولا اخت ولا حتى شغاله ولا مخلوق غيري. عمرو بيه اخف، انا من عيله محافظه، عمري ما دخلت بيت حد غريب. خافي من ايه؟ بقولك مفيش حد في البيت. انت مين؟ انا سندس. سندس مين؟ مديره مكتب الاستاذ عمرو. انها تسافر للواطي، مستواه ينزل للسكرتيرات، ومش بعيد كمان ينزل للخدمات. من فضلك انا ما اسمحلكيش ابدا باللي انت بتقوليه ده، انا جاي هنا اخد هدوم الاستاذ عشان الاستاذ اصلا مش جاي، وبعدين هو ما كانش قايل ان في حد في الشقه. عشان سافر جابني وطبعا نسيني، لما تشوفيه قولي له مش داليا سحرت اللي حد يعمل معاها كده، وهو عارف انا اقدر اعمل ايه كويس قوي. هتقولي له ايه؟ هقول له ذوقك عفش. يقصد الجيش الامريكي 25 مليون دولار لمن يساعده في القبض على زرقاوي. Thank you.
مين بره؟ عمرو بيه انا جيت. شيل عني حاجة. بتتأخرتي ليه كده؟ كان لازم اروح لاهلي اقول لهم انا فين وبعمل ايه. امال ايه يا فندم، احنا عندنا اهل برضو بيحاسبونا على الصغيرة والكبيرة. بقول لك ايه، انا ولا فايقلك ولا فايق لاهلك. على فكرة الشقة بتاعتك صفحة الزبالة انضف منها شوية. الشقة اللي مش نظيفة احسن بكتير جدا من الشقة المفضوحة. الشغالين والشغالات دلوقتي كلهم جواسيس، وانا احب حياتي تبقى سرية. سرية بمناسبة ايه بقى ان شاء الله؟ مدير مخابرات حضرتك مجلس الوزراء بيجي يجتمع عندك كل يوم بالليل، ولا خايف من الفضايح ايها؟ قصدك ايه بالظبط؟ قصدي البنت اللي انت نسيتها في الشقة. اخ والله نسيتها، دي بقالها يومين. اوعى تكوني اتخانقتي معاها. وانا اتخانق معاها ليه؟ انا بس فرستها. وتفرسيها ليه؟ انا ناقصك. انت مالك ومالها؟ قعدت في الشقه يومين من غير ما تنضف. لا يا ملهاش في كده خالص. امال ليها في ايه؟ صدق بالله بقالي 3 سنين شغاله معايا، لا قادر ابص في وشك ولا حتى اهضمك. امسكي. يا خبر اسود. طب ايه اللي خلاك تستحملني؟ كان بينك ترفدني. عم الزفت هو اللي امرنا شغالك. دلوقتي تقدر ترفدني بعد ما عمك خلي بيك. طز فيه دلوقتي. لا دلوقتي ما اقدرش، بس انت بنت جدعه وشهمه كده وكلك انوثه على فكره. بتعمل ايه؟ عادي. عادي عادي ايه؟ صحيح صدق الشاعر اللي قال اذا رايت انياب الليث بارده فلا تظن ان الليث يبتسم. وانت مش ليث، انت ثعلب مكار. انا رايح اشتري له كباب وكفته. مجنونه الهبله دي. يا سندس سندس امشي. ابعد. باي باي يا استاذ، انا مستقيله، مش هبيعك، مش هخونك، مش هبلغ عنك، عشان لو اتقبض عليك تعرف كويس انه مش انا. اسكت خالص. يا ستي انا اسف. طيب يا ستي خلاص حقك عليا، انا اسف. لما انت مش عاملول قوي كده هتعمل ايه في 17 سنه سجن؟ يا سجن ما فيهوش ستات، في حيوانات. وفي ايه؟ انا ما نزلتش تحت بكاتي بلد. الباشا فين يا انسه سندس؟ ايه الغاره اللي انت عاملها دي يا استاذ نسر؟ انا اعمل مليون غاره، الباشا ممكن يطرد عليه في اي لحظه، انا المحامي بتاعه لازم احميه. انا استخبى تحت مكتب. عمرو باشا، عمرو باشا، وجودك هنا فيه خطر عليك، الجرايد كلها نشرة صورك. ما انت لو كنت محامي عدل ما كانش كل ده حصل. لا ما انا عامل ترتيب اللي هو انا منقي لك مكان تستخبى فيه. يستخبى يروح فين؟ لا ارجوك يا انسة، لا ده شغلي انا، ده ترتيبي انا، انا رجب لسه المحامي على سن ودرس. حته مكان تستخبى فيه لا اعمار صناعيه ولا مباحث عامه ولا مخابرات يقدروا يوصلوا لك. شكلك هتوديني في داهية يا سي رجب نسر انت. اي خدمة؟ قالوا لي اقعد هنا استنى المعلم مغاوري الاشهر. مولانا بذات نفسه؟ انت تنور على راسنا من فوق. احوالكم يا رجاله؟ مرحبا مولانا. فعلا النعمه باينه عليكم. زناتي خدامك يا مولانا. انت دخلتك امتى؟ الوقت اللي تقول عليه يا مولانا. جبت بدله الفرح ولا لسه؟ لا مؤاخذه يا مولانا، احنا بنتجوز بالهدوم اللي علينا. لا انت هتتجوز ببدله وبها.
قوم يا فندم غير بدلتك مع زناتي ورا النصبه، خدوا يا زناتي. مش الاول اعرف حضرتك مين؟ انا مولانا، انا الحمايه بتاعتك، انا اللي هخبيك من البوليس، انا اللي هتولى تهريبك خارج البلاد. روح يا فندي مع زناتي غير هدومك ورا النصبه، عمليه التغيير تتم ورا النصبه. يا عم شيل ايدك حاسب يا اخي. يا انت بتعمل ايه؟ يا عم اتضحك البدلة لكن الملابس الداخلية لا، مش هتحصل ولو فيها اعدام. معايا ضيف. اشارتك خضرة يا معلم. لم يا بنت ويلا. انت مدفوع فيك كتير، على ايه مش عارف؟ ده انت ولا حاجة جنب الأكابر اللي نالوا حمايتي. انت أهيف واحد فيهم يا مؤاخذة. اسمع يا معلم، أنا محبش حد يغلط فيا، أنت بتعمل شغلانة واللي طلبته خدته. واضح إن أنت ما يأدبكش غير السجن. ومش أي سجن. أنت لزمك السجن الصحراوي. عشان لما تشوف عود الملوخية تقول عليه نخلة. يا معلم أنا أكيد عمي هيحل المشكلة، لو سمحت عاملني كويس. وكمان مفيش فرق كبير قوي يعني ما بين هنا والسجن، أكيد السجن أنضف. وحياة أمك. اخلص. بشويش، حاسبوا عليه ليقع سلولي ونزلوه. أنت فاكر نفسك مين؟ أنا مدير السجن يا خرع، وقدامي بدل ما خلي الحريم تتفرج عليك. زناتي مولانا خش غير بدلة الفرح وارجع لأصلك، وروح الوكالة نقيله طقم على مزاجك، ولا أقول لك خليهم اتنين. دردير الدرداوي وشهرته خط الصعيد الخامس عشر، عليه 97 سنة سجن، يتنقل بين مزارع القصب والجبال والكهوف، وأحيانا ينزل القرى المجاورة للحصول على المال والطعام. عمرو السيوفي حفيد السيوفي باشا الرأسمالي المعروف، وعم منصور السيوفي الملقب بالسيوفي الكبير، وده ملياردير. واضح أن السيوفي الكبير غدر بيه أو غضب عليه. عمرو يعشق النساء وبدت ثروته في الهلس والمسخرة، وعنده بدل العشيقة 50، وكلهم مستعدين لحمايته. بعد اذنك عليك يا باشا، الهارب ده انا عاوزه يكون من نصيبي، وانا وعد حضرتك انه يكون مكبل بالاغلال خلال 72 ساعة. خلاص يا زعتر، ورينا همتك. فيرست كلاس. دي زنزانة يا معلم. بقول لك فيرست كلاس، شوف الاسامي اللي على الحيطه وانت تعرف غلاوتك عندي. ويطلع مين حضراتهم؟ اخي حد ما يعرفش زكي حسين الفلالي؟ ده هربان بره مصر. اهو كان مقيم هنا وطلع من هنا على المركب اللي وديته اليونان، ومنها على البلد اللي فيها الفلوس اللي سرقها 250 مليون. مش انت 17؟ انا مش حرامي، انا مديون، وعمي باذن الله هيسدد والاحكام هتتلغي. طب اكتب اسمك مع زمايلك على الحيطه، وزهربت يبقى تذكار، اذا بقى عمك دفع نبقى نمسحه. طب يا معلم ممكن اسال عن الحمام؟ عمومي بس احسن لك في الخلا. يا باشا يا باشا يا كبير، ربنا يديم عليك الصحه، ربنا ما يعلمك منها ابدا. انا عاوز اتكلم مع سعادتك بصراحه وفي خصوصيه. انا مش هاخد من وقت سعادتك غير 3 دقايق، 3 دقايق ما فيش غيرهم. اطلعوا بره. 3 دقايق بس. عمرو ابن اخوك يا باشا متبهدل اخر بهدله. البوليس قبض عليه؟ لا لا، هو ما زال هاربا.
والمطلوب مني ايه؟ يعني اديله فرصه اخيره. انت عارف كارت المحمول؟ عندي فكره عنه يا كبير. لما بيخلص بتسمع ايه؟ عفوا، رصيدكم نفس. هو كمان رصيده نفس. امشي اطلع بره. برا! على فكرة يا باشا، وانت صغير كنت بتعمل قد اللي بيعمله ده 10 مرات، انت خارج الخدمة من 5 سنين، هو رصيده نفس وانت من غير رصيد. اخرس يا كلب! انت شايفة ان انا من غير رصيد؟ دور جوه. تمام يا فندم. حضرتك فتشت الشركة كلها، واللي انت بتدور عليه ده بني ادم، اكيد مش هيبقى هنا. عندك حق، هو فعلا مش ممكن يستخبى جوه الشركه بتاعته. حضرتك معاك اذن النيابه؟ اعمل بيه ايه اذن النيابه؟ انا بدور على مجرم هربان. عمرو بيه مش مجرم هارب، عمرو بيه عليه ديون ومتعثر في سددها. ده عليه احكام ب 17 سنه سجن. يا فندم ده تشابه في الاسماء، عمرو بيه بتاعنا مغادر في الخارج. امال ايه؟ ممكن نتكلم على انفراد؟ على انفراد. لازم تعرفي يا انسه ان اخفاء مجرم هارب من العداله جريمه يعاقب عليها القانون، واظنك عارفه التهمه. اخفاء مجرم والتستر عليه دي حاجه ربنا بيزعل منها. انا بحب ربنا قوي يا فندم وعاوز اكتب ثواب، فصدقني لو عرفت عنه اي معلومه اي معلومه هبلغ حضرتك على طول. بس اوصل لحضرتك ازاي؟ ده الكارت بتاعي، البيت والشغل والمحمول والايميل ادرس اهو، اتصلي. ها، شكرا قوي يا فندم، شكرا جدا، ربنا يقدرني ان شاء الله على خدمتكم. اي نعم، هو صاحب أفضل كتير قوي عليا يا فندم. كان بيعالج أمي من الكساحة، وأبوي من الرعاش، وأخوي فندم، أخوي أكيد أهو، وأنت بقول إرادي يا فندم. خلاص خلاص، ده أنت على كده عايشة في مستشفى. يا ريت يا فندم، يا ريت ألاقي مستشفى وأنا عايشة فيها، بس أصلي كتومة، كتومة قوي. أوعدك يا أنسة سندس إن كل أفراد العائلة الكريمة هتتعالج على نفقة الدولة وبالمجان في مستشفى الشرطة اللي على الكورنيش، وده طبعاً بعد القبض على المجرم الهارب. يبقى لكم الأجر والثواب عند الله. فرصة سعيدة. أنا أسعد يا فندم. سعيدة جداً. أنا أسعد والله يا فندم. سعيدة خالص. أنا أسعد. لا مش معقول. يس. معلش فكرت مرة تانية عشان لو الأولاني ضاع منك ولا حاجة. ممنونة جداً يا فندم. فرصة سعيدة. ألف سلامة. سعيدة خالص. ألف سلامة والله. باي باي. باي باي. تسلي. باي. انت مقصول يا حضرة المحامي، سجن الحكومة أنظف وأرخى كتير من السجن اللي جبتني فيه، أنا لا يمكن أستمر هنا، اتصرف وخرجني من هنا في أسرع وقت. عايزك تفكر بحكمة يا متر، فكر برواقة كده وهكلمك بعدين. الأكل زمانك واقع من الجوع. وانتوا نظامكم هنا بتسلموا الأكل على الباب ولا؟ على الباب يا عيب الشوق، احنا نعرف الأصول يا سيدي الأستاذ، ده أنت في البريمو وكل طلباتك مجابة. لما تخلص أكل اطلع بره الأوضة واندهى عليا علشان أجي أخد الصناية. اسمي ونيسة. ونيسة؟ آه ونيسة، وزعلانة منك. ليه؟ أنا عملت لك حاجة تزعلك؟ بقى أنت هنا في سجن؟ سجن إيه؟ ده أنا هنا في القصر الملكي، الأماكن اللي هي بالشاكة ولا بالنظافة، الأماكن بالناس اللي فيها. بذمتك ده أكل زبون؟ هما بتوع السجن بيقدموا طاجن سمك صيادية؟ والله أنا معرفش هناك بيقدموا إيه، ولا عايز أعرف. بقول لك إيه؟ بعرفش أكل لوحدي. إيه رأيك يبقى عيش وملح؟ أنا ماليش نفس، لكن مولانا قال محدش يقول له لأ على أي حاجة يطلبها. راجل محترم وفاهم في الأصول وشهم. مالكيش حاجة تانية؟ آه إيه؟ قال إنك مدفوع فيك كتير. هو أنت بتشتغل إيه؟ وتهمتك إيه؟ أنا صاحب شركة سياحة كبيرة، والقضية شيكات بدون رصيد. تبقى محترم، أدام مالكش في الحشيش والبودرة، تبقى محترم. وشكلك حلو كمان. كويس إنك ناوي تهرب، علشان اللي زيك لو دخل السجن يتاكل أكل. عيش وملح بقى. ما بيدومش، كل اللي بيجوا هنا ما بيرجعوش تاني. أنا غير. كان غيرك اشطر، مد ايدك احسن الطاجن يبرد. يبرد ده ايه؟ ده اي حاجه في الدنيا ممكن تتاكل برد الا طاجن السمك. لازم واحد يلحقه وهو سخن. مد ايدك.
خير. انا عايز اخدمك خدمه ومش اي خدمه. خدمه اغلى من كل الذهب والياقوت والالماز والمرجان اللي في الدنيا دي كلها. احسن لك تقول لي حصل ايه. مش عايز تتكلم؟ انا هقول لك. شوف يا ابن الناس، انا في ليله غبره شربت كاسين صحه وعافيه وضربت حجرين. كنت عايز تعمل دماغ بقى. وخدت برشمتين. كاسين وحجرين وبرشمتين. وقفلتها بعلبه سجاير ملفوفه. ولقيت نفسي شخص تاني خالص غير عباس الروش. فرعون جنكيز خان ممكن. رشد اباظه يجوز. ودخلت الحوشه ابن الناس. لقيت نفسي طويل طويل وشديد شديد. ولقيت في وشي ونيسة أخت المعلم. اوعى تكون اتحرشت بيه؟ ها؟ يعني ايه اتحرشت؟ يعني حاولت تعتدي عليها، تعاكسها، تمد ايدك عليها. ما تكملش! أنا دوب مسكتها وضمتها على صدري وبس. وبس ايه؟ صدر عليا الحكم وتنفذ. حكم بيه؟ قطع بدل. قطع ايه بالظبط؟ ايديك ما انا شايفها اهي، ورجليك اهي، ورقبتك شايله دماغك. قطع عضو مهم جدا، دايما مسطور ومتغطي. قصدك الله هو قطعه بالسطور كله ولا حته منه؟ دي تفرق في ايه؟ تفرق في ايه؟ انت عارف اي عطله في حته منه بتعطله كله. وكل ده عشان حته حضن. تنصح بايه؟ تبقى عملت حاجه، ولو قالت المعلم هيطبق عليك القانون اللي طبقه عليا. ده قانون غير دستوري وغير انساني، هو مفيش حكومه. اسألني أنا يا ابن الناس، شعور تاني خالص وأنت عايش من غيره. النسوان هنا في الحوش بيلعبوا بيا الكورة، بيسلوا نفسهم. طب والعمل؟ اهرب، مولانا زمان على صول، وأكيد وليسة هتقوله. مولانا بيقوم بالمهمة دي بضربة واحدة بالسطور. هوب تلاقي حاجة اتنطرت منك، كأنها حتة شجتة. لا، أنا تتقطع رقبتي، لكن المتغطي والمسطور لا. اتكل على الله، كل ما سرحت كل أحسن. على فين العزم؟ ابدا، انا كنت بس بمشي رجليها شويه. من غير ما تاخد اذني؟ انت ناسي ان في حريم داخله خارجه؟ انا في ايه ولا في ايه؟ وكمان دول زي اخواتي. تطلع على اوضتك وما تنزلش منها غير لما استدعيك. البوليس قلب الدنيا عليك. لو قعدت تكون من بتوع السياسه وتستغفلوني. يا معلم لو مش عايزني امشي، انا فعلا بتاع السياسه وضد النظام. تسقط الحكومه، تسقط الحكومه الفاشله. تمشي من هنا؟ لا، انما احس انك من بتوع السياسه يبقى المقاوله هتزيد. ده انت من الاحرار يا عم. ايه المسخره دي؟ معقول ده يحصل في بيتي؟ انتوا عايزين الناس تاكل وشي؟ عايزين سمعتي تبقى في الارض؟ معقوله ما اكلتش لحد دلوقتي؟ جرى ايه يا معلم؟ الاكل وقع من ونيسه اتكعبلت. ينزل له اكل ودلوقتي حالا. ونيسه امر مولانا. قومي بالواجب، الجدع ده مدفوع فيه كتير. حاضر. كله سندس، انا في خطر. المحامي الزفت قافل تليفونه، عايز حد ينقذني. بقول لك انا في خطر. مين؟ انا ونيسه يا سي عمرو. انا مش هنا، انا نايم. افتح يا سي عمرو، ده مولانا اول ما عرف ان الاكل وقع زعل قوي وكش فينا كلنا. افتح قبل الاكل ما يبرد، ده انا جايبه لك بدل فائت. انا صايم. صايم ده ايه؟ هو احنا في رمضان؟ انا بصوم يومين في الاسبوع، هو النهارده ايه؟ تلات. بصوم تلات واربع. كده هتزعلني منك. افتح احسن اقول لمولانا على اللي عملته معايا. ثانيه واحده، تدخلي تحطي الصينيه وتطلعي قدام التهدين. ثانيه. المعامله الخشنه دي يا سي عمرو. ولا خشنه ولا نعم، انا مش مستعد افقد عزم امتلك عشان خاطر سيادتك.
متشكره جدا يا باشا ان سعادتك وفاتت تقابلني في بيت حضرتك. اختصري، الاستاذ رجب المحامي قال ان هو توصل اليك بشان ابن اخوك. ده موضوع مش عاوز اسمع اي كلام فيه، المقابله انتهت. مش علشان خاطره يا فندم، عشان خاطر الموظفين الغلابه اللي هيتشردوا، والموظفين دول عندهم اولاد، والاولاد دول في مدارس، وحضرتك عارف ان محدش بيخرج من شغله ممكن يلاقي شغل تاني بسهوله، وحضرتك عارف برضه الشركه هتفضل مفتوحه والنشاط هيفضل فيها مستمر، والمؤسسه بتاعتي هي اللي هتتحمل التكاليف، مش انا اللي يقطع الارزاق. وابن اخوك يا باشا؟ ده ولد نسوانجي عاق، بدد ملايين الملايين، شوه سمعه الاسره ورافض الاستقامه. يا فندم بالصدفه امبارح انا قاعده بسلي نفسي على الانترنت، لقيت على موقع جوجل 4000 صفحه عن حضرتك، واتضح ان طبعك زي طبعه بالظبط. زي طبعه وطبع ابوه وطبع العيله كلها. ده شرف كبير اننا كلنا ابناء عيله الخصوبه فيها عاليه، لكن مش دي المشكله. طب سعادتك قول لنا على المشكله واحنا نحلها. فشلت. انت مثلا بنت مش ولد، لكن منضبطه وبتحبي شغلك ومش ماشيه على حل شعرك، مع انك عطيفه وحلوه. انت قلتيلي اسمك ايه؟ سندس يا فندم. آه. اسم جميل يا باشا، والله ده كتير عليا جدا. المقابلة انتهت. معايا انا حجزت تذكرتين بلكون. اعمل نفسك ما تعرفنيش. وفي ايه؟ مش عايز حد يشوفني معاك. اقعد الناحية التانية، اقعد الناحية التانية. عرفت اي حاجة عنه؟ بيشتغل على عربية فحم، بص قدامك. عربية فحم؟ انا اعرف عربية فول، عربية كشري، ايه عربية فحم دي؟ بص قدامك، بيشتغل على عربية فحم بتوزع فحم على القهوة، محلات الكباب والكفتة، بص قدامك. طب ودي في انهي منطقة؟ في القاهرة الكبرى المزدحمة بالسكان، انا كده عملت اللي عليا، ما تبصش عليا وانا خارجة. طب واحنا مش هندخل السيما سوا؟ الاقتصاد بتاعنا منتعش والحمد لله، والدخل العام في تزايد مستمر، واحنا بنتوجه بالشكر للحكومة لأن هي السبب في الفوضى، والفوضى هي اللي بتسهل لنا شغلنا. اهتفوا للحكومة. تعيش الحكومة! تعيش الحكومة! تعيش الحكومة! تعيش الحكومة! فين الجدع المشمول بالحماية؟ تعالى. الله مغمض ليه؟ ما تفتح وانت ماشي. امر يا مولانا. شوف يا ابن الناس، حمايتك مسؤوليتنا واحنا قدها، بس احنا ما بنشتغلش يا مايوني، احنا لينا استراتيجيه. انت دلوقتي هدف ثابت، والهدف الثابت سهل اي حد يصطاده، صح ولا غلط؟ صح صح. من بكره هتبقى هدف متحرك عشان يبقى صعب على اي حد يصيدك. انت هتخرج الشغل مع الرجاله وهنعمل لك يوميه 10 جنيه. 10 جنيه؟ كتير. دي مش فلوس اصلا. الايراد هيعوض، وانت شغال هترزق من واسع، الناس هتعطف عليك. انا مش عايز اعطف من حد. انت هنا معطوف عليك، وخلي بالك المر بتاعنا احسن من حلاوه السجن، يعني بلاش تهرب. بلاش، الندم ملوش لازمة. زناتي. أمر مولانا. استلمه وخليه يعمل بنومته ولقمته. من عناية يا مولانا. دي غباوة، ده أنا كده في وش المدفع. واحد الله، مش فاهمك. مولانا قال الهدف المتحرك صعب حد يصطاده. وهو شوف الشارع والناس والدنيا. يا سيدي أنا لا عايز أشوف ناس ولا دنيا بالشكل ده. وبعدين هو أي حد بيشتغل كالناس؟ أنت في بالك كل واحد يشتغل فيها الشغلانة اللي تعجبه. ايه من غير اي اثبات شخصيه يعني؟ اذا كان محدش بيقول الحرامي وريني الطاقه، هيقول الكناس المكافح الغلبان. احنا رايحين على فين؟ خلاص وصلنا. بص بقى، دي منطقتك، عاوزها زي الفل. اشتغل. بيقول انك مشمول بحمايه مولانا، كان زمانك معاهم. اشتغل. لقيتش غير اليوم ده وتتدلع فيه؟ يا بني ادم انا مش منبه عليكم ان رئيس الوزراء هيعدي من هنا النهارده.
والشارع ده لازم يبرق. اسمع، عايزك تلحس الشارع ده كله بلسانك، عايزه يبرق. خد حصتك يا عزيز عيني، قول اوف. هوب، خلي بالك دول عود عليك. ها هنرجع للمهم تاني زي كل مره. قول اوف. اسمع، بين كل اسرعه والتاني سيب بيت. حاضر يا استاذ. ها عرفت المكان؟ طب انا عايزك ضروري، واعملي كل اللي قلتلك عليه. سلام. انا كنت عاوز اديك الجنيه ده كمساعده مني ليك، لكن بما انك كناس ومعاك موبايل ممكن تاخد الجنيه ده وتخليني اتكلم لمده دقيقه. اتفضل التليفون، مش عايز منك فلوس. اقطع دراعي اذا كنت كناس. انت ظابط مباحث يا باشا؟ انا مواطن شريف وما عنديش حد عشان اكلمه على المحمول. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. هو راح فين ده بس يا ربي؟ انا اسفه، راح فين؟ سندس، عمرو بيه، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ متنكرة. ومتنكرة ليه؟ مش جاي قبل واحد هارب من العدالة، لازم ابقى عامله حسابي. بس انت واحدة تانية خالص. ايه وحش؟ لا بس كان لازم تبقى متنكرة من زمان. انا ازاي ما خدتش بالي منك قبل كده؟ ده فضل دعاء الوالدين يا فندم، لانك لو كنت شفتني بعين رضية كان زمان دلوقتي بقيت ضحية من ضحاياك، وانت اسم الله عليك عامل زي ما سيادة الناموس، اللي يقرب منك يتلدع. عارفة يا سندس، أنا بعد اللي شفته لازم حياتي تتبدل من أول وجديد. واضح إنك ابتديت. هو أنت إيه اللي أنت عامله في نفسك ده يا عمرو بيه؟ كله من الزفت المحامي. هو اختفى في أنهي داهية؟ في المستشفى. خير؟ جات له أزمة قلبية؟ عربية خبطته؟ ولا مراته حطت له سم في الأكل؟ لأ، كان عنده قضية خسرها، أما الراجل صاحب القضية خبطه بالتفاية كريستال فوق دماغه. مسكين في غيبوبة. ولما يفوق أنا اللي أخلص عليه. انساه انساه يا عمرو بيه. كنت حاسه انك جعان، قلت اجيب لك الاكل اللي بتحبه من المطعم اللي بتحبه. طب ما تاكلي معايا، افتحي نفسي. انا جايبه اكل شخص واحد. طب خدي دي بس، انا لازم اهرب من السجن اللي انا فيه ده. تهرب تروح فين؟ البوليس قلب عليك الدنيا، وبعدين احمد ربنا انك في حته امينه. امينه؟ امينه ايه؟ ده انا في حته كلها سلوك كهرباء عريانه، بصه غلط لمسه غلط على طول الصفه الانسانيه بتتغير. مش فاهمة. والمصيبة اني مقدرش افهمك. بقولك ايه، انا عايزك تساعديني ان اهرب من السجن اللي انا فيه ده. ممكن تساعديني؟ انا تحت امرك يا استاذ. عشان تصدقيني يا فوزية، لما اقولك احنا في زمن العجائب تصدقيني على طول. يا ابو حمادة، انا شايفة ان البنت بتعمل خير، يمكن عليها ندر بتوفيه، مالناش دعوة، سيبي الملك للمال. اما تلاقي بنت الحلال اللي تلمك بعد ما يتفك اسرك. ان شاء الله. انت مالك مغطي وباصص في الارض كده ليه؟ ما تفرح زي الناس، ما هي فرحانه. ولا انت ما بتحبش المغنى؟ بتحب الرقص صح؟ شكلك بتحب الرقص. انا هفرجك على الرقص كما قلت. قوم يا ونيس.
دخل فيها ناموس. لا بسيط وفوق له فيها هنداب. خلاص يا معلم طلع. حكايتك يا جدع انت على طول باصص لتحت، انت ايه يا مغزى عندك عله ولا عقده نفسيه؟ الله العظيم اختي انا فخور بيك. وبصيلي انا مش قدك، انا طالب عفوك ورضاك. انت بتغمض عينيك كل ما بتشوفني ليه؟ ايه مش عاجبك؟ انا رغيف بلدي من ابو شيلن وانت من بتوع حته الجاتوم 10 جنيه؟ لا يا عين امك، ده انا اللي بصيلي بصه مش اللي هي خليها عبره وعزه جلال الله. والله العظيم عارف من غير ما تحلفي. ولما انت عارف ناشف ليه؟ متحكر ليه؟ احترم القانون وكفايه اللي حصل لاخ عباس الروش. قول كده بقى، يعني انت عرفت حكايه عباس واللي جاري على عباس؟ ما انت عملت زي عباس واكتر شويه وانا سكت. لو كنت ناوي على الغدر كان زمانك قاعد جنبه. اللهم احفظنا، علشان كده انا اتغيرت خالص، ومن هنا ورايح انا همشي على الصراط المستقيم. خلاص اطلبني من اخويا وهو ديمقراطي، هياخد رايي وانا هقول له موافقه. يا انسه ونيسه، انا هكون صريح مع سيادتك، واحده زيك ما ينفعش تتجوز واحد عليه احكام بالسجن، ده انت برضو اخت مولانا. هي اخت مولانا مش ست؟ طب ممكن حضرتك تديني فرصه افكر؟ زي ما اكون مش مالي عينك. الاول احل مشاكلي، انا من كتر المشاكل اللي عندي كل الحاجات اللي جوايا عطلانه. قدامك يومين مفيش وراهم تالت، والا مولانا هيسمع مني كلام زي اللي سامعه عن عباس الروش. فوتك بعافيه. اهلا. اللهم احفظنا. تعرف يا حبيبي، اول ما قريت الجرايد وعرفت انك داخل السجن جالي اكتئاب. الدكتور النفساني كل يوم عندي ومفيش فايده. انا حزينه عليك ومش عارفه اعمل ايه. عمري يا حبيبي، انا حطك جوه قلبي واقفل عليك. لما انت تدخل السجن يا حبيبي، امال مين يبقى بره السجن؟ الرجاله الهفق اللي ملهمش لازمه. اي حسبي انستازيا وجعتيني. معايا أنستازيا بتعمل لي مساج عشان أعرف أنام بالليل. طبعاً خد عنواني الجديد. الله
ابيض احمر يا عمر. انا مولانا افتح القفص. ازاي زبون يهرب مننا؟ ده زبون شقع. ده احنا ما خدناش غير مقدم الاتعاب. يعني الشقه الكبيره ضاعت علينا. هرب منك ازاي يا زناتي؟ المساله فيها خيانه يا معلم. في بنت مفعوصه شاطته من الشارع وهو اللي يد في المساله. زناتي خدامك يا مولانا. انت مش سعادي معزول. انت بقيت خرع بعد الجواز. مستواك في الشغل اتهز. اطلع يا مولانا. انا اللي بطلع ولا اللي بجوز ولا اللي بطهر العيال ولا اللي بسير كل الامور. زناتي امرك يا مولانا. انت اتنقلت قسم التسول يا زناتي. انا في عرضك يا مولانا. خلاص الامر صدر والموضوع انتهى. عطيه امرك يا مولانا. اما يرجع الواد تستلم مكان زناتي المخلوع. جبت لي الهدوم اللي قلت لك عليها؟ طبعا يا فندم، بس انت كده البوليس ممكن يوصل لك. لا ما تشغليش بالك، انا مرتب اموري كويس والبركه فيك. بس انت جدع شجاع ورقيقة كده ونعمة. شيل ايدك يا عمرو بيه، انا محدش يشيل مشاعر ابدا من شعري. ولا اقول لك دي باروكه، خدها بقى وحطت عليها زي ما انت عاوز. وهب المره تونسك في وحدتك. بقول لك ايه، انا مش عايز اسمع ولا كلمه ونس ولا ونيسه. كفايه لك انا يحصل لي من تحت راسها. هي مين دي؟ ونيسه. ومين ونيسه دي ان شاء الله؟ اغير هدومي الاول وارجع عمرو السيوف الحقيقي وبعد كده بحكي لك مين هي ونيسه. ونيسه دي جميله جمال متوحش فتاكه. اي راجل مهما كانت درجة تحكمه في نفسه لازم يضعف قصادها. عاملة زي المغناطيس، عليها قوة جذب غير عادية. وانت اصلك ما بترحمش. لا كله اللي دي عاملة زي كابل الكهرباء العريان، اللي يلمسه يبقى انتهى امره. مش عايز اقولك بقى ينتهي امره ازاي. وانا مش عاوز اعرف. من فضلك اديني الجزمة يا انسة سندس. جزمة ايه؟ وانت قلت لي هاتي جزمه؟ وانا اللي بقول عليكي ذكيه. هي في بدله من غير جزمه؟ من فضلك ما تزعليش كده، انا مش مراتك، انا موظفه عندك وبنفذ كل اللي بتقول عليه. صحيح انا بساعدك وبحبك في الله، لكن ما تزودهاش قوي كده. اي حاجه تفرس. اروح ازاي انا كده للناس المحترمين اللي استخبى عندهم؟ اي بني ادم عنده مخ هيقدر اللي انت فيه. مش ممكن سوزي تشوفني بالمنظر ده، دي تضحك عليا. ومين سوزي دي كمان؟ صديقه قديمه لكن وفيه ومخلصه، قبلت انها تحميني. انت مش تستاهل 17 سنه سجن، انت تستاهل 77. اتهرب من ونيسه عشان تروح لسوزي؟ هو الهروب ما ينفعش الا عند الستات؟ ثم اني انا قادر اخبيك في حته ولا الدبان لازم يعرف لك طريق. صحيح انا موظفه عندك لكن انت ما تستاهلش حبي ليه. في الله فعلا الدنيا لسه فيها ناس جدعان. الناس لبعضيها يا سلبي. لا قول لي محروس، مش اسمك محروس برضو؟ مظبوط تمام، واي اسم يمشي. ايه رايك نعمل عمليه مبادله صغيره ما بيني وما بينك كده؟ تاخد انت البوت الجميل بتاعي ده وتديني جزمتك. اشمعنى؟ يعني جزمتك هتبقى لي شويه على اللبس اللي انا لابسه. والله فكرة، بس أنا عندي فكرة أحسن. الكلام ده
متبهدل وريحته وحشه ولابس هدوم زباله خالص. مسكين. طيب نظفوه لبسوه رواقه لغايه ما اصحى. اصحى وقت ما اصحى اي حاجه من هدوم جوزي القديمه. سوزي حبيبتي. لا حبيبتك ده ايه؟ انا دلوقتي ست متجوزه. ايه ده انت اتجوزتي؟ مبروك. بس مش كان المفروض تعزميني على الفرح؟ واعزمك بصفه ايه واقول عنك ايه؟ في عروسه بتتجوز وبتعزم حبايبها القدام؟ والله بتحصل، لكن كل حاله وليها ظروفها. قولي لي بقى انت اتجوزتي مين؟ شخصيه سياسيه كبيره جامد قوي. دي بقى جوازه في السر ولا متجوزك على مرات ام عياله؟ مش مصري يا عمرو. هو لو كان مصري ومهما كان مركزه كان ممكن يجيب لي قصر زي ده ويكتبه باسمي. اللي انت بتتكلم عنهم دول بخلة قوي، كبرهم شقة في التجمع الخامس. على كده بقى بعت الفيلا اللي جبتها لك. انا اقدر ابيع اي هدية منك لتذكار غالي قوي علي، بأجرها ما فيهوش السفارات الاجنبية. وجوزك فين؟ مسافر، وطبعا ممكن تتخيل شكله لانك لابس هدومه. طبعا باين عليه راجل عملاق في كل حاجه. بس انت اصيله اصيله بجد. كونك انك تجاز في المجازفه الكبيره دي وتخبي واحد هربان عندك، ده في القانون اسمها التستر على مجرم. عمرو بص حواليك يا روحي، انت في محميه طبيعيه، منطقه محظوره. بس جوزي لو سال عنك هقول ايه؟ عرفت هقول ايه؟ ما هتقولي له ايه بقى عني؟ هقول له انك موظف جديد، واحد من الشغالين هنا. ويا ترى الشغلانه دي بقى هتبقى ايه؟ الشغلانه حلوه قوي، هتحبها، هتموت فيها. سندس اعملي معروف، انت البني ادمه الوحيده المخلصه ليا. انا ضرب الجزم احسن لي 100 مره من اللي انا فيه ده دلوقتي. في الوقت الحالي لا يمكن تغادر المكان اللي انت فيه، الداخليه كلها مقلوبه عليك. فاكر حادثه الهرم؟ كل الضباط سايرين عشان كرامه زميلي. ارجوك تساعديني، شوفي لي حل. اصبر وصابر لحد ما يجد في الامور جديد. مع السلامه يا استاذ. خير ان شاء الله. الزبون بتاعك هرب يا متر. لو عايز تفضل متر قول لنا هو فين ولا ايه ازاي. لو عايز تبقى سنتيمتر اكدب بقى واعمل الشويتين بتوعك. اي زبون؟ عمرو السيوفي. لا وانا ما قلتلكش يا معلم مغاوري، انا تنحيت عن القضيه دي بالعربي كده، خلعت. تخلع ما تخلع، الاتفاق كان معاك وما قدامكش غير امرين، يا الزبون يا تدفع بقيه الاتعاب. يا معلم مغاوري انا خلعت لما حسيت ان عم الزبون مش هيدفع له 17 مليون جنيه وان هيسيبه يتسجن 17 سنه. لكن يدفع نص مليون جنيه عشان ابن اخوه ما يتقتلش. ما يتقتلش؟ لا الموضوع ده انا ما اقدرش افيدكم فيه، انما اقدر ارشدكم للي تفيدكم. مساء الخير. لا مؤاخذة احنا مش قاعدين رزالة لا سمح الله، بس زي ما حضرتك شايفة المطرح مكامل وكلنا ولاد تسعة. لا عادي، كان عادي جدا. اسمها ايه الريحة اللي حطها دي يا حلو؟ جوتشي. تشتري لي ازازة من الصنف اللي قالت عليه يا سيد الناس، وتكون قد ازازة الازوزة الكبيرة. حاضر.
كلي على مهلك يا حبيبتي، احنا ما بنعضش. طلبات حضراتكم هات لنا احسن حاجه عندكم. كل حاجه عندنا احسن حاجه. مش عايز بنهدى، هات لنا من اللي بتاكل منه الانسه الحلوه ام ريحه كوتشي دي. ستيك هو ده بس وصايا. عاوزينها ويل دان ولا ميديوم؟ هو يقصد يعني اللحمه مستويه جامد ولا نص نص؟ هاتها نيه نيه خالص، اصل احنا نحب نسوي اللحمه بمزاجنا. اسمع الكلام يا ابن الناس، ده الاكل ده مزاج اللي تشوفوه. لا مؤاخذة احنا مش بنبص لك تفاصيل، لا احنا بنتعلم الاتيكيت منك في الاكل. لا لا عادي عادي جدا. يلا يا مولانا سوي اللحمه على مزاجك، انا احبها دن الدن بميه النار مستويه على الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، لو حتة اللحمة ما شبعتكيش يا ونيسة اقطعي حتة من دراع الأنسة الحلوة اللي جنبك. سويها بقى بمزاجك، وانت حرة بقى تاخدي صدر تاخدي ورك، انت حرة. هو انتوا عايزين ايه؟ هو فين؟ هو فين يا حلوة؟ خير في حاجة؟ مين المسؤول هنا؟ أنا. أنت مين؟ رئيس وردية الأمن. أنت ما تلزمناش في حاجة لا مؤاخذة، إحنا عاوزين مسؤول كبير، صاحب الأبعادية ديت أو ست الحسن اللي ساكنة في القصر ده. الأول مين حضراتكم؟ إحنا الطب البيطري، قسم مكافحة إنفلونزا الطيور. الكلام ده ما يخصناش في حاجة، إحنا ما عندناش طيور. إحنا جالنا بلاغ إن في عشة فراخ في القصر جوه، والفراخ اللي فيها كلها مصابة. لازم غلطانين في العنوان. حد يصدق ان هنا يكون في عشة فراخ؟ احنا ما عندناش غير كلاب الهانم. ما يجراش حاجه لما نتاكد. بص بصه سريعه، احتمال كلب منهم او كلهم يكونوا مصابين بانفلونزا الطيور. الكلاب؟ ايوه الكلاب. هو انت هتفهم احسن من الدكتوره. اعرض الامر على صاحب الامر. ايه الكلام الفارغ ده؟ مستحيل حد يدخل خطوه واحده. وبعدين مين قال ان الكلاب يجيلها انفلونزا الطيور؟ اسمع، انا هخلي بتاع الكلاب يطلع بيهم لغايه عندكم يكشفوا عليهم عند البوابه، وانا هحضر الكشف بنفسي. سبحان المعز المذل. ادي الكلاب وادي المدرب بتاعها. سبحان الله، انا وعزه الله شفت كلاب كتير وقليل، لكن كلاب بالشكل ده عمري ما عيني شافت زيهم. تعالى يا ابن الناس هنكشف على الكلاب والمدرب بتاعها. دول نصابين، دول حراميه، دول مش كلب بيطري ولا حاجه. كله يلزم مكانه، والا الطباخ بتاع القصر يعمل لكم ملوخيه بالارنب ده. عاوزين فديه، انا مستعده. كام يا هانم؟ 10,000. موافقه. والمدرب بكام يا مدام؟ لا ده ولا يسوى حاجه، لو عايز اخده يعني ممكن اخده يا مدام. بشرط ما تاذوش الكلاب. او ليه بس؟ ما هو العشق مذاهب، الحمد لله ان احنا معرفنا غير عشق البني ادمين. يلا من هنا، يلا من هنا. اخس بقى شغالك شغلانه محترمه مع بني ادمين، تسيبنا وتروح تتعامل مع الكلاب؟ ده انت كبله. انا ما هربتش، البت هي اللي خطفتني. ما خطفتوش ولا حاجه يا مولانا، هو اللي قالها يلا بسرعه ونط في العربيه. ده بيكذب. يكذب زي ما هو عايز، احنا عايزين فلوسنا وبعدها يغور في 60 داهيه. نص مليون كاش يتعدوا قدامي ورقه ورقه، والا جبتتك هتروح لعمك ملفوفه في ورق جرايد. عمي بقى الله يسامحه بعني. لو انت ابن اخوه من صلبه فعلا مش هيبيعك، والدم هيعمل شغل. اما بقى لو كنت من دم تاني لا سمح الله، وانت فاهمني طبعا، يبقى الدم مش هيعمل شغل. احنا بقى نعمل شغلنا. هاتوا النطع والسطور وحلوا الزبون وهاتوه. كل حاجه افرد كف ايدك اليمين على النقطع وابعد صوابعك عن بعضها.
زي ما قلت لسه تكون في التليفون يا باشا. عاوزين نص مليون جنيه وإلا هيقتلوه. والصباع الناقص ملوش ثمن؟ 490 ألف بس. خلاص يا باشا هبيع أنا سختي وادفع 10,000. وقتك انتهى. ادوله الفلوس ومش عايز اسمع عنه حاجه تاني. يا كبير مش انت عايزه يتعلم؟ وحياه الشده اللي انت فيها دي اتعلم. انت لو شفته يصعب عليك. اطلعوا بره. اسمعي. سلامتك يا غالي. سلامه ايه بقى وانا من غير صباع؟ لسه في ايدك اربعه احمد ربنا، وبعدين ده الصباع الصغير يعني مش مهم. يعني ايه مش مهم؟ مش فاهمك انت في اهميه الصوابع. انتوا ناس عايشين الدنيا بهمجيه. امال انت عايشها ازاي يا ابو صوابع نعمه؟ لما تبص لنفسك كويس هتلاقي نفسك زينا واكتر شويه، بس لابس نظيف والفلوس عندك اكتر من الزباله اللي احنا عايشين وسطيها. هات ايدك، ايدك سليمه. الخمسه هم مولانا ضرب خشب القرمه اغمى عليك. فوتك بعافيه. 49 كله في الثمن يا مولانا، مش ناقص غير ال 10,000 اللي قالت عليهم الهانم. عمك ده راجل جلده طماع، ياخد 10,000 جنيه في صباع ملوش اي لازمه. امال الواد عباس الروش يطلب كام في اللي اتقطع منه بقى؟ طب ودلوقتي حكمك ايه يا معلم؟ احنا خلاص خدنا فلوس المقاوله بتاعتنا ومسامحين في ال 10,000، انما شغلنا لازم نتمه على الاخر. عاوز يقعد معانا اهلا بيه، عاوز يهرب زي ما هرب قبل كده بالسلامه ملناش اي دعوه بيه. وبالاذن بقى عشان عندي اجتماع مع ناس اكابر زيكم. انا بقول بقى تستحمل العيشه هنا شويه، انا شايفه ان عمك ابتدى قلبه يحن. انا في خطوره عليا وانا هنا. الخرعة للخرعة، اتلم المتعوس على خايب الراجل. ربنا يسامحك. شفتي ونيسة؟ عارفاها دي مفترية، دي بتاكل اللحمة مشوية بمية النار. أنت مش قدها. مش قدها ده إيه؟ تحاسب على كلامك وبلاش غلط. وبعدين هي اللي مش عايزة تسيبني في حالي. خلاص شيل زي ما بتشيل، ما أنت ياما شلت. مش فاهمة حاجة خالص. ونيسة دي عاملة زي تفاحة كده. شايف الراجل قاعد على كرسي متحرك هناك ده؟ آه. روحي اسأليه حصل له إيه بسببها. روحي. وحضرتك حصل لك ايه بالظبط؟ احلق شعر راسي واعمل ولد اما كانت البت الطريه دي بتحبك، واللي ما يشوفش من الغربه ليبقى اعمى. يا ليه الادب يا سافل يا مش متربي، يا ليه الادب؟ قطع رقبتك احسن ما اسمع منك اللي انا سمعته ده. هو قال لك حاجه تزعلك ولا ايه؟ انت بتستعبط ولا ايه؟ بقى بتورطني وتقولي قال لك ايه؟ هو اللي افترى هيكون ايه غير كده؟ يا ليه الادب يا مش متربي؟ ده ايه الحلاوه دي كلها؟ انا المره دي حجزت تذكرتين صاله. انا المره دي المعلومات اللي عندي مؤكده. انا لفيت ورا كل عربيات الفحم اللي في البلد وبرده ملوش اي اثر. عامل لك ايه ما بيعمرش في شغلانه؟ المره دي مش هتخيب. امسك دي. ايه ده؟ واحنا مش هندخل السيما بقى. مد ايدك يا ولد العم. كتر خيرك سبقتك. علي انا الكلام ده؟ مد ايدك يا راجل بدل ما تشتغل على لحم بطنك. امسك. والله ما اكسفك. عايزه واحد جامد كده يجي معايا يهد حيطه. تعال انت. انا؟ اه انت اركب. مستني ايه؟ هي الحيطه اللي عند حضرتك طوب احمر ولا مسلح؟ حته طريه. الاول تستحم وبعدين تهدها. قصدك بعد ما هدها؟ قبل ما تهدها وبعد ما تهدها. وممكن تهدها على راحتك. يوم، اثنين، ثلاثه،
ما انت هتاخدها مقاولة. حرامي تعرضت الامن القومي بتاعنا للخطر. لو كانوا قفشوك سوى البوليس او الاهالي كنا اتخذنا في الرجلين. واحنا بقى ملناش نيابه، احنا بيطبق علينا قانون الطوارئ عدل يا معلم. المساله ليها ابعاد تانية. ما تكلمنيش زي بتوع التلفزيون، كلمني كلام اعرف افهمه. ما تسمع منه يا مولانا، مش يمكن يكون كلامه صح. طيب هاتي ما عندك. قالت لي تعالى عشان اهد حيطه، وهي كانت عايزاني في حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟ كانت عايزاني افحت في بير. المايه عندها كانت مقطوعه. الله يتعم مولانا، ما تفتح مخك شويه. عدلك يا كبير. ما انت عارف يا سيد الناس ان الحاجه التانيه اللي بيقول عليها دي ما بتجيش بالغصب، لا من راجل ولا من ست، والناس امزجه يا ملك المزاج. مدرسه. شوف يا ابن الناس، احنا حقنا وصلنا على دائري المليم، بس لازم نعمل شغلنا على اتم ما يكون. الليله دي اخر ليله ليك معانا، ومن بكره هتبقى مش معانا. خطه هروبك خلاص استوت على الاخر. الله يطمنك يا مولانا. هتركب قطر الصعيد لغايه اسيوط، تنزل اسيوط وتركب القطر من اسيوط للسويس. وايه لازمتها اروح اسيوط؟ نطلع من هنا على السويس على طول. غشيم، فين التمويه يا متعلم يا متنور؟ تمويه ايه بس؟ كمان القطارات كلها مباحث. برضك غشيم، حد قال لك ان انت هتركب القطر زبون؟ امال ايه سواق؟ لو بتعرف تسوق نخليك تسوق، انما احنا نخاف على ارواح الناس. وبعد ما ارجع من اسيوط على السويس هيستلمك برع المنطاد يسفرك على مدغشقر، وهناك انت حر بقى، تقعد تغادر، انت حر. يا معلم انا مش عايز اسيب مصر واهرب. يبقى السجن يا ابن الناس. ما انا قاعد معاكم ومشمول بحمايتك. تزعل مني لو قلت لك ان انا ما اقدرش احمي نفسي؟ اوعى تصدق ان في كبير في اي حته ولا كبير في اي حاجه. ده نظام معمول ومحدش عارف مين اللي عمله، بيمشي على كل الناس، عليك وعليا وعلى ادخن تخين. انت لو اتقبض عليك وانت معانا هندخل كلنا السجن، وجودك بقى خطر علينا. احنا بنحتفظ بالامانات يومين ثلاثه بالكتير، وانت قعدتك طولت. ودعوهم. تقدر تبص لي من غير خوف؟ الخوف انا اللي فرضته على نفسي مش انت. اصلك كنت عايز تاخد اللي مش ليك من غير ما حد يحاسبك. اديك رايح بلد سداح مدائح. ونيسه سامعك وشايفاك. يا بخت اللي اتجوزك. يا ست ايه غير ان هي تبقى خفيفه ومبهجه كده وعلى طبيعتها؟ اوعى تكون حبيتني. انا عمري ما عرفت الحب. لما فكرت في حياتي لقيت نفسي كنت عايش عيشة حيوان مدلل. فهماني يا ونيسة؟ والنبي ما انا فاهمة حاجة خالص. أنا حبيت الدنيا اللي أنا عايشها وأنا هربان أكتر من الدنيا اللي كنت عايشها وأنا حر وبعمل فيها اللي أنا عايزه. بس للأسف
الواحد ما بيعرفش إلا بعد فوات الأوان. كلام حلو بس عايزة مترجم. بص يا ابن الناس، محدش عارف بكرة مخبي إيه. أنا عايزة أقولك أنت كنت أحلى زبون عندنا، بس زي ما قلتلك الكل بيمشي وبيبقى ذكرى. عندك حق. فوتك بعافية. منها لله أشوف فيها يوم. هي اللي قطعت الحرارة عني. ممكن أسألك على حاجة؟ اسأل. خسرت إيه في عشق الحريم؟ كل ثروتي، عقارات وأراضي وفلوس وشركات، كل التركة تقريبا. طز أنت لسه الحرارة شغالة عندك، تقدر تتصل بأي نمرة تعجبك، إنما أنا غير متاح. ده بقى اللي أنا عايز أسألك فيه، هي العيشة إزاي من غير حرارة؟ كأنك زير مية ساعة. تحب تبقى زير مية ساعة؟ يعني كده خسرانة وكده خسرانة، يا 17 سنة سجن يا زير مية ساعة. عشان كده الجواز سطرة. تعرف الجواز سطرة ليه؟ لا والله ما أعرفش، ما عمريش اتجوزت قبل كده. الجواز بطبيعته بيسد النفس، ومراتك لازما ولا بد هتقرفك في عيشتك في يوم وتفرحك في يوم، وحراسة مستديمة عليك. مراقبة الستات لجوازها زي مراقبة المخبرين الرزلة. ومن هنا جت الاستقامة. هي ونيسة كانت بتقول لك ايه؟ قالت محدش عارف بكرة مخبي ايه. ايوه حاجة ساعة. عندنا حاجة الساعة هنا. بعد اذنك يا دفعة. ايوه حاجة ساعة. حاجة الساعة هنا. يا ولد لفيني كزازة. اي نوع يا خال؟ اي حاجة تروي العطش. الفلوس يا خال. مستعجل على الفلوس ليه؟ هو خالك هيفوت من القطر وهو ماشي؟ لا سمح الله انا ما قلتش كده. خلاص لما تعاود تاخد الفارغ تبقى تيجي تاخد فلوسك. يلا روح شوفك العيش غور. يلا روح. ايوه حاجه ساعه. حاجه ساعه هنا. ازازه صنفها ايه يا حاج؟ ما تكونش بني، هات لي اي لون تاني. تاخدي برتقان؟ لا اعوذ بالله، انا ما نشربش حاجه اصفر. اصفرت ايه؟ بقول لك برتقان يا حاجه. ولو. طب تشربي ايه؟ لا فيني حاجه ابيضه. دي اخضره. دي الازازه خضره واللي جواها ابيض. انت واقف على راسي كده ليه؟ الفلوس. الدار امان وانا هنط من القدر. استحي استحي روحش بحالك. مالو السجن ترحم من الهم اللي انا فيه ده. ايوه الكازوزه اشرب المتلج اروي نفسك يا عطشان. انت مين يا؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا تابع المعلم برشامه. المعلم برشامه بتاعك ده ماسك خط بحري، ده خط قبلي. اه يبقى انا كده غلطت، انا اسف. وتغلط ليه؟ دي ارزاق، دي معاني. يا لهوي خلص. هو احنا فين؟ والله ما انا عارف، بس انت عرفت طريق منين وازاي ركبت القطر اللي انا كنت فيه؟ الاستاذ المحامي المعلم بلغه ان المأمورية خلاص انتهت وانك انت خلاص مسافر. قلت لازم اودعك يا استاذ قبل ما تسافر، دي عشرة برضو. اصيل اصيل يا سوس. طول عمري يا استاذ، بس انت كنت بعيد. المصيبة لما عرفت اقرب من الناس بعدت اكتر. استاذ انا خايفه ليه القرب يدخل علينا؟ ممكن يطلع علينا حراميه ولا قطاع طرق. والحراميه يسرقوا ايه يعني؟ احنا معانا حاجه تتسرق. يسرقوني انا يا استاذ؟ اوعي تقولي كده،
ده انا دافع عنك لحد ما اموت. بس لو مت بقى ربنا يلطف بيكي. يا استاذ يا استاذ. ذنبك ايه انت عشان تتبهدلي معايا البهدله دي؟ يا استاذ انا عشت معاك ايامك الحلوه، فيها ايه لما عايش معاك ايامك المره؟ ده انت لو مراتي مش هتعملي كده. لو مراتك بس مش هتعمل كده، لكن لو مراتك وبتحبك هتعمل اكتر من كده. انا هقعد هنا ومش هسافر، واللي يحصل يحصل. عمك رق ولين ومستعد يسامحك بس له شروط. ايه هي؟ معايا على ديسك مسجله صوت وصوره، وعشان اوفر عليك السؤال ما شفتوش. واشوفه هنا ازاي ده؟ لما يطلع علينا النهار وتقرر انت عايز تعمل ايه ساعتها هنلاقي طريقه. عندك حق. يا استاذ يا استاذ انا ليا طلب. ايه هو؟ الامان يا استاذ. مش فاهم. يعني احنا في حته مقطوعه ولوحدينا والشيطان شاطر. طمني، الشيطان عمره ما يجي هنا. لا انا متاكده، عشان انت الشيطان نفسه. حد قال لك ان الشيطان عمره غلب ملاك؟ نام يا ملاك نام. تصبح على خير. مساء الخير يا اولاد. مساء النور عم الشيخ. انا لا شيخ ولا حاجه، انا مجرد عبد من عباد الله، وربنا ارسلكم ليا نجده. خير يا عم ابيض في ابيض. تايه يا بنتي تايه. خرجت ازور ناس قرايبي بقالي 37 سنه ما شفتهمش. لقيت الدنيا اتغيرت والشوارع اتبدلت فتهت. واحنا كمان تايهين. ثلاثة تايهين أحسن من واحد تايه لوحده. يلا يا أولاد اتفضلوا وإن شاء الله هنلاقي طريق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله أنا دلوقتي بقيت مطمن على نفسي أكتر، لأن كل طريق وله نهاية، وكل اللي له نهاية لازم تكون له بداية. وإحنا لازم نتحمل كل اللي بيحصل حوالينا، لأن محدش يعرف الخير فين. اسمح لي يا عم الشيخ أختلف معك. اختلف؟ اختلف يا ابني زي ما أنت عايز. ده حقك. متهيألي إن ربنا ادانا عقل عشان نعرف الخير فين والشر فين. أيوة تمام مظبوط، بس ده بقى لما نستخدم العقل. لكن لما تحصل لك حاجة بقى مش على البال. زي إيه مثلا؟ أنا أقولك، مرة واحد أعمى كان ماشي تحت عمارة تتبني، وقع على دماغه قالب طوب. مات؟ لا فتح. هو حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ انا على باب الله. ورايح على فين يا عم على باب الله؟ مصر. واحنا كمان رايحين مصر. عملتوا ايه يا باشا يا كبير؟ الجماعة دول عملوا اللي عليهم وزيادة، وبعد ما عملوا اللي عليهم وزيادة ما عندهمش حاجة تانية يعملوها. أنا ما أحبش الكلام الكتير، أنا اللي يهمني الفعل النتيجة. ممكن أتكلم يا باشا؟ فعلا أنا عايز أسمعك يا معلم. يا باشا ابن أخوك اتربى من جديد، شاف وعاش مع الناس اللي بتاكلها بالدراع وبالشقة وبالإهانة. ابن أخوك شاف كله يا باشا. لا 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 كله لا كده، دي منطقة طاهرة وشريفة، واحنا ناس كمل ما نعرفش العيب. يا شيخة اتنقلي على عينك. تعالي انت كمان قدامي. في حاجة مش مظبوطة بتحصل. عليا 17 سنة سجن. موافق. بددت ثروتي وكل أملاكي. الفلوس مش كل حاجة، وخصوصا بعد اللي شفته. لكن أطلع غبي لا، أعرف الحقيقة. يا أستاذ ما أنت عارف أنا كنت بساعدك وحسب أوامرك. أنتِ
ده انت حكايه وروايه وتمثيليه كمان. في القطر عامله لي منقبه، ولما نتوه نلاقي واحد ابيض فابيض وراكب عربيه وقال ايه رايح مصر، ويوصلنا لحد المنطقه اللي احنا فيها دي، وبالصدفه نلاقي توك توك يجيبنا لحد هنا. يا سلام، معامله كبار الزوار ورحمه ابويا ان معرفت الحقيقه اللي خليكوا انتوا الاثنين بقيت حياتكوا واحده عاميه والتانيه مكسحه. وهجرة ايه يعني؟ 17 سنه هيبقوا 37 57 مش هتفرق معايا، بس ما بقاش غبي. طب بس ممكن من غير ما تتهور يعني تشوف الاول رساله عمك؟ انا مش عايز حاجه من حد، ولا عمي ولا عمتي ولا اي مخلوق على وجه الارض. اسمع كلامي، شوف الديسك بتاع عمك. وهجيب كمبيوتر منين هنا متخلفه؟ سهله خالص، مخزن المسروقات عندنا مليان من كل صنف ونوع، بس انت تؤمر. اسمع يا عمرو يا منفرد يا مستهتر يا جانب العرض العائله، تستقيم وتتجوز، مش هفرض عليك اي حد، تختار بنفسك شريكه حياتك، لان بعد كده مش هيبقى لك اي حجه، لاني هبيع واتنازل لها عن كل ممتلكاتي وشركاتي وثروتي. فاذا غدرت بيها ولعبت بديلك واسأت معاملتها، يبقى ذنبك على جنبك يا مستهتر، وبكده هكون حرمتك من الميراث وتبقى صايع. هذا العرض لمرة واحدة، وهذه الاسطوانة ستنفجر ذاتيا بعد 3 ثواني. عمرو بيه، انا معايا شهادة التدبير المنزلي واخدها من امي، ولو اتجوزتني انا مستعد اكتب لك تنازل عن فلوس عمك من دلوقتي، واخويا لما يعرف انك هتتجوزني هيطب ساكت ويموت، وتموت معاه صحيفة السوابق بتاعته. قلت ايه يا سي عمرو؟ وانت مش عايزة تتجوزيني انت كمان؟ والله يا بيك جوازة مزاج، انت عايز تتجوزني انا مش هقول لك لا، لكن انا مش هرمي نفسي عليك، وبعدين انا ناوية اتجوز واحد بيحبني، مش عايز يتجوزني عشان عمه يرضى عليه. قلنا مفيش عمي، ومن اللحظة دي انا المسؤول عن نفسي، انا الاوان بقى عشان اتجوز وافتح صفحة جديدة واعيش حياة تانية. بس يا ترى مين فيكوا بقى، انتي ولا هي؟ والله ممكن احنا الاثنين، واحدة تدبير منزلي ممكن تطبخ وتغسل، وانا انت اضرب شغلي. بس انا ما اقدرش عليكم انتوا الاثنين. اختار. انا هسهلها لك، انا ما اجوز لكش. راضيين على بعض؟ راضيين على بعض ايه؟ انت هبلة؟ قولي لنا بقى يا ست ايه الموانع اللي عندك؟ انا متجوزه يا استاذ، وجوزي قدام عينك طول الوقت. انا مرات عباس يا باشا. ال الايه؟ انت صدقت؟ يا عباس يا عبس. ما شاء الله عليه، عنده قاذفه لهب. يا عباس كلم المأذون يا سيد الرجاله. والله العظيم انا ماليه دعوه باي حاجه، اللي دبر وخطط لكل حاجه هو عمك، انا مش دعوه. اللي تعمل كل ده عشان واحد ما عندوش احساس بالمسؤوليه وعمره ما حس بيها، اكيد تستاهل انها تتحب، ومش بس تتحب، تتجوزيه.